كابتن فتحي شاف مع حضرتك صور جميله، واحنا كنا بنتكلم من شويه عن الفرح جوه النادي الاهلي وفي قاعه راتب. اول صوره معاك بتتكلم عن الفرح. ادي اول صوره بتجمعنا هنا. طبعا كابتن بيبو ما كانش لسه بيبو يعني بقى رئيس نادي ولا كان ايه، لكن احنا كنت ارتباطه بيا واني دايما معايا على طول وما يسيبنيش، حتى في الفرح بتلاقيه جنبي. وده حمادة سلطان طبعا كان من ضمن الناس اللي هم موجودين. ودي صوره برضو في نفسها كانت زي ما قلنا شريفه فاضل وده عم عبده البقال اللي هو نقول ايه مكتشف معظم نجوم مصر ويمكن الصوره دي مش هتلاقيها في مكان يعني. كان راجل عظيم برضو عم عبد البقال من العلامات في النادي الاهلي، بيتحرك كويس. انت بس تقول له اللاعب ده في الحته الفلانيه ويقول لك ده، يقول لك خلاص هي يعني خلصوا على طول ما فيش فيها. ده الكابتن شطه اللي كان صور الفرح كامل في صالة راتب وهو في المدخل وكده وصور فيه. دي صورة لمنتخب مصر لما كان موجود معانا. من اليمين بقى، من اليمين ولا مين؟ ده مستر بابي اللي هو كان ألماني اللي كان جه هنا، وفي انا هنا وفي فاروق جعفر وفي علي ابو جريشة وكرامر اللي هو الخبير اللي كان جاي من الاتحاد الدولي سنة 74 كأس أمم أفريقيا، وابو أمين وحسن علي وكابتن جندي واكرام كابتن. دي نفس الصوره كنا عاملين تكريم لكرامر عشان هو كان ماشي ما شاء الله. الصوره ما يعني مليئه بالنجوم. في مثلا ابو العز بدايه من اليمين، كابتن عز الترسان، علي ابو جريشه، قصدي علي خليل نجم الزمان، سياجي محله، حسن علي ترسانه، وبعدين في انا هنا، في محمد توفيق، وفي كابتن جندي، وفي كابتن محمود خطيب، وبعدين هنا في ده اللي باصص من اللي باصص من طلع راسه كابتن شاذلي، شاذلي نجم الترسانه الشاذلي، وبعدين حسن شحاته ورأفت مكي. الصوره برضو من الصور الحلوه، لا يعني من الصور الجميله. الصوره دي الاصابه بتاعتك لما كنت قلت لك ان كان وقت الغضروف وحاطط رجلك في الجبس، خلاص هي ده علاجه، ده العلاج وقتها، علاجه دي طبعا ده خلاص الركبه بتنتهي والرجل بتنتهي لما بتحط في الجبس دي اكتر من اسبوعين، انا شهر ونص رجلك بتكسي بقى وتنتهي، ودي اللي بطلت لي الكوره. دي صوره مع بيليه ده كانت الصوره دي في الطياره، في الطياره التقينا مع بعض وبعدين قعدنا يعني نتكلم وكده. دي صوره مع كابتن شحته اسماعيليه نجم شحته اسماعيليه طبعا دار اسماعيلي درب منتخب مصر، كنا احنا الاثنين مع بعض في كاس العالم 82 في اسبانيا. كنا بس انا ملاحظ حاجه كابتن فتحي مصير في كل الصور الشياكه والاناقه لا الواحد الحمد لله يعني الواحد بيحاول يعني يهتم بالحاجه دي وتبقى غريزه فيه وكده. دي صوره للخطيب في المستشفى كان حصل له مش اصابه، كان جاله صدره تعب وخطه وكده، فكنت دايما بروح له هناك وقاعد معاه في المستشفى في مستشفى العجوز. حكايتك بقى في اولمبياد انت ماسك منتخب مصر لوس انجلوس 84 وحكايه الكابتن عبد صالح الوحشي اللي ما رضيش يمضي على الورقه وقت اصابه الكابتن محمود خطيب وانت مضيت على الورقه الحكايه كانت وقتها ايه؟ هو الحقيقه احنا كنا 84 رحنا اولمبياد في امريكا هو في الملعب ففي كوره في التمرين ضربت هنا من غير ما يبص فوجعت له داره هناك في جوه القريه الاولمبيه مركز طبي على اعلى مستوى فدخلوا يشوفوا ايه فشخصوا له حاجه وبعدين لقيته جاي بيقول يا كابتن تعالى نروح المركز الطبي بتاع القريه. قلت له ليه؟ قال لي انا حاسس عندي دور برد كده وحاسس جسمي هندان قبل الماتش كده عشان تشوف انا ما انت عارف اللغه بتاع هو جاب حجه يعني قال لي اللغه وكده. فروحت على هناك فلقيته بيقول لي دي في قال لي بقول لك ايه هتمضي. قلت له امضي ايه استنى ما اشوف. قال لي لا. قلت له ايه يا محمود استنى بس اشوف ايه عايز تفهم الموضوع استنى بيه.
فبقول لهم ايه؟ قالوا لي دي هتتعمل في العصب ودي هيبقى لها تاثيرات سلبيه بس بعد 20 سنه. يعني عايزين يدوا له حقنه وقتها؟ هو احنا ما نقدرش نديها له. قلت له طب لو انت اديتها له دلوقتي هيخف يبقى طبيعي جدا؟ قال لي ولكن في اي حاجه لمده 20 سنه. فانا بقول لمحمود الوضع كذا 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 كذا، بس لازم يبقى في مسؤول عنه يمضي. انا معايا الابلكيشن بتاعي. فهم شايفين، خدوا الرقم وخدوا البتاع، لقوا لي اوكي. فقلت انا قعدت افكر هتاثر، قول له هتاثر عليك، قال لي هتاثر بعد 20 سنه هكون بطلت، انا مش عارف ايه العب. هو تفكيره كله يلعب المباراه. انا لازم العب، كان لسه الدوره ما بداتش. كنا رحنا قبلها باسبوعين على اساس نتاقلم على الجو، لان هناك الليل نهار والنهار ليل. يعني دلوقتي الساعه مثلا بيبقى 10 بالليل هنا، تبقى 10 بالليل الصبح هناك. فالمهم راح جاي قال لي ابدا يا كابتن. كنت مستنى، قال لي هرجع للكابتن عبد صالح الوحش. لا انا ما قلتش هرجع للكابتن عبد ولا حاجه. لان انا يعني معاه وهو بيواخدني. وقال ليش الكابتن عبد جه. المهم رحت ماضي وراح مديني الابره ورحنا رايحين. فالكابتن عبده بيقول له ايه يا محمود اخبار؟ قال له لا ده بقى كويسه. قال له كويسه؟ قال له بقى كويسه مفيش حاجه، هي فكت لوحدها. ما قالوش على الحقن، فما قالوش انا كده. ولا قلت انا حمده هيزعق لي هيقول لي انت ليه تمضي؟ والكابتن زامر عزت الله يرحمه كان موجود. فالمهم لعبه وبتاعه وكده. اما جه بعد كده تعب بعد 20 سنه بكلمه. فكان تعب مره وراح المستشفى، فكلمته كنت انا بره. بقول له بيبو اوعى تجيب سيرتي في الموضوع ده، انا السبب ان الناس هتقوم عليا، انت اللي مضيت له وانت اللي مضيت له وانا مش ناقص. فدي اول مره تتقال وهو ضحى بنفسه في سبيل منتخب مصر. دي كابتن زكي عثمان في ماتش اهلي وزمالك، كنا ملتقيين، ما هو كان مدرب من الزمالك واحنا مدرب الاهلي، ودي كان شغل المدرجات عامله ازاي. ده رمز من رموز النادي الاهلي، امين بشعير. اللي هو كان مدير النادي وهو كل حاجه في النادي الاهلي، امين بشعير. هنا دي متصورين هنا جنب في النادي جنب الكؤوس وجنب البطولات، يعني من زمان احنا في بطولات. طبعا دي صوره مع المرحوم كابتن مفتي وكابتن عمرو برنات، واحنا في استاد القاهره وان هم كانوا ماسكين هنا الناشئين. دي صوره فيها كابتن جوهري وكابتن كابتن احمد ماهر. وده كابتن شوقي عبد الشافي. احنا الصوره دي كانت في المبنى الاجتماعي في النادي الاهلي، صح؟ في التراس فوق. في التراس فوق. دي صوره منتخب مصر واحنا في المانيا. ولو نقرب بقى نشوف كده هتلاقي ناخدها من تحت، ماهر همام، فاروق، ابراهيم يوسف، وكان جمال عبد الله، وعادل مأمور، وكرامي، وحليمه، وربيع ياسين، ثم من شمال الخطيب، وحسام بدري، طارق سليمان، فؤاد المدلك، وسيد مصطفى بتاع العلاج، ومحمد عمر، علي ابو جريشه كان مساعد ليا، وكان مختار محمد صلاح، ومجدي عبد الغني.